اعتقد انه مش كلنا نلم بمسألة انه صناعة الملابس صناعة ملوثة للبيئة بشكل كبير، هي تاني اكبر صناعة ملوثة للبيئة بعد البلاستيك. ويمكن في قمة المناخ اللي اقيمت في شرم الشيخ نوفمبر اللي فات كان هناك اهتمام كبير من قبل الحضور ومديري الجلسات لمناقشة كل ما هو له علاقة بمسألة الحفاظ على البيئة في تفاصيل حياتنا اليومية، اللي زي ما كنت بقول لحضراتكم ممكن نكون يعني مش منتبهين انه ده يكون شيء ملوث للبيئة، يكون شيء ضار بالمناخ. لو احنا بنتكلم بقينا نفهم الوقود، بقينا نتكلم عن الطاقة النظيفة، لكن احنا كمان بقينا بنتكلم عن المستلزمات المنزلية، الأشياء اللي بنستخدمها يوميا زي الملابس. طيب هل المفروض ان احنا نتكلم دلوقتي عن ملابس صديقة للبيئة علشان نحل هذه المشكلة؟ يمكن ده بيحصل في كل دول العالم، انه حتى التخلص من الملابس، صباغة الملابس، كل هذه الأشياء أولا بتهدر يعني ثروات طبيعية كبيرة جدا جدا، غير أنها صناعة ملوثة للبيئة بشكل كبير جدا. خلينا نتكلم مع حضراتكم في مسألة أنه إن إحنا نشتغل على أنه نصنع ملابس صديقة للبيئة. هل ده ممكن؟ طيب إزاي ده هيتم؟ إزاي إن إحنا نصنع ملابس صديقة للبيئة؟ إلى أي مدى يمكن تنفيذه أصلا؟ هنتكلم مع حضراتكم وإحنا داخلين على فصل الشتاء وانخفاض في درجات الحرارة على اللبس الشتوي اللي ممكن يكون صديق للبيئة، ازاي نقدر نحقق ده؟ ويمكن ناس كتير تبتدي بقى دلوقتي تفكر انه هنشتري، ما احنا كل ما بنستهلك كل ما الصناعة بتزيد، فكل ما التلوث بيزيد، لكن يمكن احنا ما بناخدش بالنا بالقدر الكافي من ده. خلينا نفهم دلوقتي بالتفصيل ايه مسألة انه يكون عندنا لبس صديق للبيئة، يعني ايه اصلا لبس صديق للبيئة. معانا دلوقتي على التليفون دكتور أميمة جابر علام، استاذ بمعهد النسيج والمركز القومي للبحوث. يا دكتور مساء الخير على حضرتك. ويمكن كنا بنتكلم على انه مسألة صناعة الملابس هي صناعة ملوثة للبيئة بشكل كبير، تضر بالمناخ بشكل كبير، يمكن هي صناعة ملوثة تانية بعد البلاستيك. فمسألة ان احنا نبتدي نتكلم على انتاج ملابس صديقة للبيئة، ايه ملامح يعني ملامح حدوث ده في مصر؟ مساء الخير عليكم وعلى كل المشاهدين. موضوع الملابس فعلا مهم جدا، والصناعة مهمة جدا، وكل المحاولات والابحاث في المركز وخصوصا معهد النسيج ان احنا نقلل من الملوثات. بنستعمل بدائل طبيعيه، بنستعمل الصباغه، صباغات طبيعيه، بنقلل من استهلاك الميه، ان احنا بنصبغ في التراسونيك او في مايكروويف، بنستخدم مواد برضو من الطبيعه في معالجة نفسها، في أنزيمات مستخلصة من حاجات طبيعية برضو في معالجة. معلش يا دكتور، عشان دكتور أميمة عشان نفهم بس، حضرتك كده بتقولي لي صفات اللبس صديق للبيئة، انتوا بتعملوا ايه في من خلال الأبحاث دي عشان نخلي اللبس صديق للبيئة؟ بيبقى من مواد طبيعية، يعني زي بيعتمد على مصدر طبيعي، زي مثلا الصوف، زي الحرير، وخصوصا احنا في فصل الشتاء فبنعتمد على الأصواف اللي هي من الأغنام، او الأغنام بتتربى في مراعي طبيعية طبيعتها جيدة ومناخها كويس. بنبتدي من الأول خالص ان احنا ما ندخلهاش سماد، السماد بتاعها او الاكل بتاعها بيبقى عضوي. فبالتالي انت بتاخدي صوفه ناعمه. بناخد برضو حرير طبيعي، ده بيعتمد على حاجات كلها طبيعيه. الحاجات الثانيه المصنعه الاكريليك اللي احنا بنستعمله في زي البطاطين وبعض الملبوسات، ده بيبقى ريجينيريتد، بنسميه الاقمشه المستعاده، اللي بتعتمد على مصدر طبيعي برضو اللي هو زي الكازين من او زي فول الصويا. كل الحاجات دي مصادر طبيعيه وكلها بتبقى صديقه للبيئه. احنا يمكن شفنا في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ عارضين كتير واصحاب يعني ماركات مصريه بيعرضوا ملابس صديقه للبيئه. حضرتك لاي مدى شايفه انه ده ممكن ان هو يكون يعني ممكن تنفيذه في صناعة الملابس بشكل كبير؟ ممكن تنفيذه طبعا، وفي حاجات توجه كويس قوي. ممكن تنفيذه طبعا، توجه كويس قوي ان انا اعتمد على جريد النخل، ان انا اعتمد على مصادر طبيعيه، اعتمد على مستخلصات طبيعية، اعتمد كل حاجة خدها من الطبيعة.
فبالتالي ان انا حتى اعمل ريسايكل، يعني زي ما حضرتك بتقولي ان انا ازاي ما ملوثش البيئه، وده اللي كان في المؤتمر برضو ان هو ريسايكل، ان انا استفيد من الخامات المتبقيه او البقايا بتاعت البنزوجات ان انا اعمل منها منتج جديد، ممكن منتج جديد ان انا اعيد استعماله مره ثانيه، فبالتالي هقلل من الملوثات الموجوده في الطبيعه وهقدر اخلص من الانسجه بتاعتي بشكل طبيعي وبشكل مناسب وبشكل امن للبيئه. يعني احنا بنتمنى ان ده يتم يعني وضعه في الحسبان، لانه حتى الدول المتقدمه اللي بتعي تماما قضيه تغير المناخ وقد ايه بتاثر على الناس، بتصدر اللبس اللي هي مش محتاجاه، ما بتعملوش اعاده تصدير، بالعكس بتصدره للدول الناميه والفقيره. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره اميمه جابر علام، استاذ بمعهد النسيج والمركز القومي للبحوث، شكرا جزيلا على وجودك معنا.